بكم في أخبار المساء. أعلن صندوق الحماية الاجتماعية عن بدء التسجيل للحصول على منفعة دعم دخل الأسرة عبر منافذ الخدمة بجميع محافظات السلطنة، حيث أن التسجيل متاح حالياً للعائلات التي لديها بطاقة ضمان اجتماعي. انطلاق فعاليات مهرجان عين للأفلام القصيرة في نسخته الأولى، والذي تنظمه وزارة الإعلام على مدى 5 أيام للارتقاء بالفيلم العماني والحراك الثقافي لصناعة الأفلام في سلطنة عمان والإسهام في تطوير المحتوى الإبداعي. أطلقت بلدية مسقط اليوم المرحلة الأولى من خدمة التصديق الإلكتروني لعقود الإيجار، وتشمل عقود الإيجار السكنية الجديدة فقط، على أن تشمل المراحل اللاحقة من الخدمة عملية التصديق الإلكتروني لمختلف أنواع عقود الإيجار الأخرى. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstories.com.